السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سر شادي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده عشان يبقى بسرعه شويه، من يومين الوزاره طلعت قرار ان كل المحلات والانديه الرياضيه وكل حاجه والكافيهات وكل حاجه تقفل الساعه 9 بالليل، واحنا بنفطر في الوقت ده على الساعه 6:30. فالاكل احنا بناكله في رمضان بيبقى اكل بيبقى الى حد ما تقيل شويه، فانت بتاكل وبعد كده بتريح شويه، فبتبتدي تنزل على الساعه 8:30 9 وهكذا. فايه الاكل اللي انت ممكن تاكله يعني علشان يبقى حلو وكويس ويديك طاقه وفي نفس الوقت تنزل الجيم؟ لان انت دلوقتي المعادله بقت صعبه، لان انت لو جيت تاكل دلوقتي فالساعه 6:30، فممكن تاكل اكله تقيله شويه، فممكن بعد الاكل تريح ولا حاجه، فتصحى من النوم على الساعه 8:30، فبالتالي تبقى مش عايز تروح الجيم. فدلوقتي المعادله احنا عايزين نظبطها. نظبطها ازاي؟ انا يعني جبت اكله كده بسيطه ان شاء الله تبقى سريعه كده وتعرفوا تعملوها بسرعه. ان انا جبت توست، توست بقى ابيض او بني. الفرق في السرعات، في السعرات مش واو قوي يعني. وجبت بينت بار اللي هو زبده الفول السوداني، وعسل نحل، وكمان كنت جايب اللي هو البلين رايس كيكس، ده اللي هو رايس كيك اللي هو توست كيك الرز او توست الرز. طعمه مش حلو قوي بس كويس لحد ما، يعني يديك باور وكده. فخليك معايا اعمل حاجه دلوقتي كده وانت تشوفها معايا. خليك معايا اهو يا جماعه، الفيديو اهو او التحضير اهو. ده 3 قطع توست، واللي هو نفرد البينت بار او اللي هو زبده الفول السوداني على التوست وكده. على فكره زبده الفول السوداني ده مصدر حلو جدا للكربوهيدرات اهو. ان انا افرد الزبده على الثلاثه. خليكم بقى معايا لحظه عشان افردها. وبعد كده اجيب العسل ماشي، اما اجيبها بعدين اهو، وامنزله على البينت بار اهو نزل كده معلقه كده عسل ولا حاجه اهي. وده كمان نفس النظام، العسل اللي معايا سايح شويه اهو، ونزل دي كمان برضو. بعد كده بقى افرد الاكله دي. يا جماعه اكله محترمه جدا، والأكلة دي فعلا فعلا مفيدة، وإن هي تديك طاقة قدام التمرين، يعني إن أنت تعمل تمرين فيه طاقة وتبقى أنت قوي كمان. وبعد وكمان بقى ممكن بقى لو أنت مثلا جعان تاني ممكن تشوف الرايس كيكس ده اللي هو كيكة الرز، على فكرة دي ب15 جنيه، وال سعر التوست ده 15 جنيه، والبينت بارر دي او اللي هي زبدة الفول السوداني دي ب35 جنيه، والعسل النحل ده موجود في اي بيت. بس كده يا جماعة. وبعد كده بعد ما نخلص بقى التمرين وكل حاجة، ارجع بقى وكل الاكل اللي انت هتستناها او ان هي محطوطة لك على الفطار، عشان تبقى راجع تاكل بقى. ولو عايز مثلا بعد كده تريح ولا حاجة يبقى انت كده ايه عملت الاداء كويس. فشكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم. و85% من اللي بيتفرجوا علينا ما اشتركوش، فاتمنى تشتركوا وان شاء الله هتشوفوا حاجات تفيدكم باذن الله. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.